اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة ان نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الامارات، واليوم احنا داخل اسواق ومطحنة بادية العين، ومعنا السيد محمد سعيد. اهلا بك سيد محمد. مرحبا، حياكم الله وانستونا، سريتونا بوصولكم ان شاء الله. حياك الله، شكرا على الزيارة. حياك الله، شرف لينا طبعا الله. ان شاء الله نسوي هذا اللقاء الطيب. سيد محمد، فيك تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين كيف كانت بدايتك العملية داخل دولة الإمارات؟ والله الحمد لله، احنا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم محمد سعيد بن منيف الجابري، انا من اليمن حضرموت من الوادي والصحراء. فاول ما جيت الامارات هنا طبعا جيت فيزة زيارة، فالزيارة كانت فترة قصيرة مدة شهرين، ولكن الحمد لله ربك سهل لنا الأمور، وحسيت إن هذا البلد يعني بلد استثمار، وبلد إن واحد يعيش فيها، أرض خصبة للاستثمار وللتجارة. وأنا من صغري في شغل التجارة، أنا من عمري 15 سنة في اليمن كنت شغلي في التجارة، ولما جيت هنا يعني حسيت إن التجارة هي اللي بتكون أربح لي، وهي اللي بستفيد فيها عيشة لي واللي قمت العيش لي ولأولادي. فحصلنا المحل واستايرنا المحل ودخلنا مستثمرين من بداية ما دخلنا دولة الأمارات. الحمد لله كانت الأمور مسهلة جدا، ولا زالت مسهلة يعني، بل أحسنها الحين، عادة صارت أكثر وأكثر. فكانت الأمور للمستثمر في الاسم والاسم في الكفالة وفي التسهيلات للرخصة التجارية، كان ترحيب كبير جدا، والحمد لله اشتغلنا خطوة خطوة تدريجيا، حتى ما شاء الله 4 سنوات 5 سنوات فتحت المحل الثاني. كان أنا عندي فرع في المحل الأساسي، كان في عند الجمعية هناك، اسمه متجر الساد للمواد الغذائية. فبعد 4 سنوات فتحت الفرع هذا الثاني اللي هو أسواق، أنا شفت المنطقة هي محتاجة لمواد غذائية باسم البادية، فسميت الاسم هذا مطحنة وأسواق مطحنة بادية العين، وعملنا أشياء تخص بالبادية وبالأهل المنطقة بها، من قهوة، من قمح، من مواد غذائية، ورز اللي هو بالجونية طبعا أو بالكرتون، وهذا فهذه متطلبات المنطقة هكذا، مش يعني عكس لما يكون في المدن اللي يأخذون بالتقطيع بالجزية وبالعلبة وبالعلبتين، لا هذه منطقة بادية، فبيأخذ مثلا كرتونين فول، 5 كرتون فول البيت، فهذه تحتاج. ففتحت الفرع لهذا الأساس وعملنا بهذا النموذج، والحمد لله يعني احنا الآن الحين ما شاء الله المحل القديم حولته إلى مواد اللي هي باليملة، مواد تموينية. فالحمد لله اشتغلنا في المواد التموينية الحين في المراكز التجارية، لولو والفلاح والجمعيات وأسواق سفير وكل المراكز التجارية الكبيرة، نحن الحين نمونها من أنواع اللي هو نحن صرنا نستورد التونة خور المكلة، ونستورد الرز من الهند خور المكلة، هذا باسمنا نحن نستورده. فوق هذا معانا وكالات من الشارقة ومن عجمان اللي هي الحلاوة الطحينية، شركة الأميرة، يعني نحن نوزع لها على مستوى العين كاملة، الصيداوي كذلك، حلاوة طحينية وطحينية، جميع الأنواع هذه. فوق ذلك الشوكولاتات من شركة الرواد من دبي، جميع أنواع الشوكولاتات. فالحمد لله يعني صار يعني توزيعنا في السوق يعني لنا اسم ولنا مكانية في المراكز التجارية الكبيرة، وكذلك هنا في منطقة شعبية البحر من 30 سنة طبعا، الآن جيل الجيل ما شاء الله قد هم يعرفون، احنا أجداد لهم الحمد لله، والله يجزاك هذا اللي بعد. فوق ذلك الفترة الأولى كنت أشتغل مع عمال، يجيب لي عمال يشتغلوا معي، اليوم الحمد لله صاروا أولادي كبروا وتعلموا العمل وصاروا هم ماسكين العمل كلهم أولادي، فعندي بس يمكن 2 عمال اللي هم من برا، والباقيين كلهم أولادنا وأولادي، يعني أولادي تربوا ترعرعوا في الدولة هذه وتعلموا في الدولة هنا، وهالحين هم ماسكين الشغل بتاعنا كله، والحمد لله اللي هو محاسب اللي هو يوزع في السوق يوزع، والحمد لله الامور طيبه ان شاء الله يلكم التوفيق. الله يبارك فيكم ان شاء الله. طيب استاذ محمد، ما شاء الله حضرتك اتكلمت عن حاجات كتيره، انتوا بتبيعوا قطاعي، بتبيعوا جمله، بتبيعوا بتنزلوا للجمعيه، بتنزلوا لكذا حاجه، ايه الحاجات اللي انتوا هنا كاسواق بديت العين متخصصين بيها، يعني معروفين بيها، الكلاينت او الزبون بيجي عليها، يعني ايه ابرز المميزات عندكم؟ ابرز المميزات في السوبر ماركت هنا عندنا هو القمح. القمح اللي هو الهلبه، البر الهلبه الاحمر هذا اللي نجيبه من السعوديه ويجينا من اليمن، هذا نعمله مطاعم في الطاحون، نطحنه ويمشون عليه، هذا كل الناس يحبون الخبز افضل من خبز المخابز
الآلية. فالخبز الطبيعي يعني نقدر نفهم ان انتوا كمطحنه متميزين بحاجات بتستوردوها من خارج الدوله، بتدخلوها هنا. نعم. أيوة. لاهل العين. لاهل العين. فوق ذلك عندنا بالنسبه للتونه وال المنتجات موجوده، المنتجات كلها موجوده، لكن اللي هي مميزه يعني في المحل هنا عندنا هي التونه والقمح والرز خور المكلل. هذا تقريبا بشكل عام ينحى من ابو ظبي، يجون من الوغان، يجون لهذا الغرض، وبالذات للقمح والتونه والرز. هذه ثلاث الحاجات يعني من الاساسيات يعني مطلوبه عندنا هنا ومشهورين بها. عاد في ماده ثانيه هي الخم، العوال بيسمونه الناس، العوال هذا سمك المجفف، هذا عندنا نحن مشهورين به يعني على مستوى الدوله كلها هنا، ينحى من دبي على العوال. هذا نجيبه من اليمن وفي من عمان نجيبه. عرفت العوال؟ هو هذا العوال معروف الناس كلها تعرفه. نعم. طيب سيد محمد، ما شاء الله انتوا عندكم حاجات كتير مميزة، وانتوا فعلا متميزين كسواء بتبيعوا حاجات جملة او كقطاع للمستهلك. شايف ايه الخطط المستقبلية اللي انتوا ممكن تعملوها بعد كده؟ والله الخطة ان شاء الله قريب، ان شاء الله احنا مسوين برنامج ان شاء الله انا والعيال ان هنكمل مواد غذائية بشكل عام على علامة واحدة اللي هي خور المكلة، سواء كان تونة او رز او زيوت او طحينيه. حتى الطحينيه هذه كنا هالحين سوقها باسم المنتج نفسه الاميره، احنا بنعمل ان شاء الله طحينيه باسم خور المكلة. لاي نستفيد هذا الشيء ممكن نعملها الان على مستوى الامارات، وممكن ننزلها برا على دول مجلس التعاون باسمنا، باسم خور المكلة وهو باسم مؤسستنا، وبنزلها على اليمن. فهذه فكرتنا موجوده حاليا ان شاء الله، بس نعملها ترتيبات في الوقت القريب ان شاء الله، ونكمل خور المكلة جميع المواد الغذائية. نعم ان شاء الله لكم التوفيق ان شاء الله سيد محمد. طيب سيد محمد، اكيد قصة نجاح كبيرة ومميزة زي دي كان ورا حضرتك شركاء وداعمين للنجاح، فينا نتوجه لهم برسالة شكر؟ طبعا انا اول ما دخلت الامارات جاي من اليمن طبعا، ولي اخ وهو مثابة اخوي موجود هنا، وهو ليدن ساعدنا مع بعض ودعمنا بالرأس المال لتأسيس المؤسسة مبدئياً، ولا زال شريك موجود معايا، ولا زلنا احنا وياه من 30 سنة ونحن شركاء. زيادة على ذلك أخواني وأولادي هالحين ما شاء الله كبروا وصاروا هالحين داعميننا ورافعين معي، ونحن فينا طبع هذا الدعم هو الأساس الأساسي، إن لازم نكون متكاتفين. حتى لو مثلاً ببدأ في أي مشوار في اي عمل في اي حاجه لازم اشاور العيال، ويكون الراي راي الكل، وكل ياخذ برايه وكل يبدا راي. فهم الاساس، هم اللي ساعدونا في هذه الفكره وفي تطوير العمل، هو طبعا الشركاء الاساسيين في العمل. أكيد قصة نجاح برضو كبيرة ومميزة زي دي ما
كانتش هتكمل غير بدعم شيوخنا الله يحفظهم ودولة الإمارات اللي مقدمة لنا كل التسهيلات من أمن وأمان، من 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 تغذية، من كل حاجة، من تسهيل في الرخصة زي ما حضرتك خبرتنا في بداية الحلقة. شو بيعني لك برضو نعمة الأمن والأمان ودولة الإمارات الاستثمار فيها؟ أيوة الحمد لله، دولة الإمارات هي دولة أمن وأمان واستقرار، ودولة يعني دولة الخير، أرض الخير، أرض زايد غفر الله له، وسكن في السيح الجنة، يعني مثواها الجنة إن شاء الله. فهذه هي أرض الخير. أول ما نزلنا فيها في 88 وجي الزيارة، فعلا حسيت بالمخوة، حسيت بالأخاء من دولة الإمارات، فشيوخها ومسؤولينها وحكومة وشعبها بعد هم أخواننا، نحس فيهم المخوة وحس فيهم الرقة الأخوة. فهذا هو اللي يجعلك الإنسان يكون دائما مستقر مع الناس. دي ناحية. الناحية الثانية شايف في تسهيلات في الاستثمار، الثانية هي الاستثمار. الاستثمار ها هي الآن التجربة الموجودة حاليا في أزمة الكورونا، فكل العالم قلقة من ناحية التمويل السلع والمواد الغذائية إلا الأمارات، لأن كانت الأمارات هي داعمة استباقية في النظرة في الاستثمار وفي التموين وفي هذا. فاليوم خير الإمارات موجود بيغطي بعد 20 سنة لو صارت الأزمة طولت. ليش؟ لأن في نظرة استباقية من شيوخنا ومن قيادتنا في البلاد هذه، طول الله عمارهم. فكل العالم حتى على أقل المواد صاروا خايفانين إنها تكون. الإمارات بالعكس كل شيء موجود عندهم. إيش قال الشيخ محمد بن زايد طول الله عمره؟ قال لا تشيلون هم، مقيمين ومواطنين، انتبهوا لأهليكم. صحيح. فهذا هو اليوم، فمن زرع حصد. فنظرتهم المسبقة للاستثمار اليوم ما شاء الله، كان في مجال الزراعة، كان في مجال التجارة، كان في مجال العقار، كان في مجال في أي مجال كانوا نظرتهم سباقة، ولهذا اليوم يحصدون نظرتهم. هذا الشيوخ، هذا الحكومة، هذا طول الله عمارهم، فهم يعني أهل خير وفي في أرض خير وفي بلاد العطاء. الحمد لله نشكرهم كثيرا، ولا نقدر حتى لو نتكلم ليل ونهار للشغل لا نقدر نوفي بحقهم طبعا. أي والله. وإحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر شيوخنا الله يحفظهم على نعمة الاستثمار ونعمة الأمن والأمان. وفي نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا سيد محمد سعيد، الله يعطيك العافية، تشرفنا بوجودنا معاك وتشرفنا بهذه الحلقة المميزة والمعلومات الدسمة اللي انت قلتها. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، وشكرا، واسمحوا لنا تعبناكم بيتوا من مشوار من بعيد وصوم اليوم. انا بقول لكم ارحبوا عندنا وتفضلوا بنتغدى مع بعض. لك ان شاء الله نجي لك في الفروع الجديده، تبقى فتحت فروع اكتر نصور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في امان الله.